نحو الهدف نسقي وين الصبح وين القفل معي كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشوار والأرض المليانة الصخر والحيل شو كرمك ضيع نقود والريح مجروحة يمكن عصوت العود ترندح جروحة يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعين تعبان يا هلطيه مظبوط من كثر فرحته والشي اللي صار معه الصبح ما تحمل قلبه لأنه قلبه ضعيف. وشو قصة الشلل؟ انقطع الدم عن الجملة العصبية فانشلت بعض الأعصاب. وهودي شو بنسوي؟ الدكتور عم بيقول إنه الأمر ارتدادي يعني ممكن ترجع الأمور لطبيعتها. وش قد بياخد وقت الموضوع؟ إن شاء الله أبي طول. أكيد هالحكي الدكتور قال بيك طبيب نفسه يعني كل ما التزم بالتعليمات الطبية كل ما تحسن وضعه أكتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله بيستاهل يصير معه هيك يا لسه ما لحق يفرح بابنه يقع مرة ثانية. شو قصة النحس الرايكة فوق العيلة؟ هي على كلي أنا رايح غير تيابي بطيلة لعنده وأنا رايح معه وأنا أنت بتروح بالزهورية لمعامير وبتوقفي جنبها بيكون طيقك على الجوزة. روحي عيني أنت. والله يا جماعة بدي أقول شغلي وخجلاني. أقولي يعني معقولة لما يصير معي غضب من الله؟ مالي غضب شو يا مرأة؟ والله الزلمة قفي منه بكل الضيعة. يعني مشان حق خيو والرقاصة اللي تجوزها عم عامل حق شو؟ هذا واحد نصاب أبس ونص الصفرنك. بعدين شو هاي قصة الرقاصة؟ ما يقولوا إنه أبو عامر يتجوز رقاصة. منين جبتي هالحكي؟ والله كل الضيعة ما تحكي بالموضوع. أعوذ بالله من لسانات العالم. بقص إيدي إذا أبو عامر بيعملها. والله أبعرف أبحطه بزمتي. أنا رايحة لعند معامر بدكن شيء سلامتي. يلا هلق معقول يكون إخد رقاصة؟ والله أبعتقد. على كل دين أنا رايح جهز حالي وأنا رح فوت صحيح. سلام. Thank you.
شوف لي على الزبون. مينو؟ الله يلعنها جايين. صرنا جايين، ما كيس مشان ابو عامر. الله يعطيك العافية. أهلا عمي. شو عمي؟ طمني عن حالته. كيفه هلا؟ بالله كان بخير. بس هلا حالي تغيرت يا أبو علاء. هلا الحمد لله صار أحسن. قل لي، كيف صار معه هيك يا؟ والله من أهل هالضيعة النشح. تعرف خي أبو علاء، الريحة لها تأثير كبير. في ناس ريحتها كرمنتينا، وفي ناس ريحتها برش غسيل، وفي عالم ريحتها جرابات نسواني. والله شي بيجيب الجلطة خي أبو علاء. عمي ليش عذبتوا حالكين؟ بالله أنا خجلان منكي. أفي داعي تخجل؟ أفي داعي تخجل خي أبو علاء من اللي أبي يخجل؟ خلصنا بقى أبو العز، بوس إيدك لفها. هلق هنت لشو؟ مين ما يحكي معك؟ ولك صارك ساعة أبو علاء أبو بطيخ. لك تروح جماعة بحالين. أوف عمي عامر، تعال نتمشى شوي. شريف شريف لعمة، كيف بتحملون هالقرد أبو علاء؟ والله ما حجاب الجلطة لأبو عامر غير هالرفقات النحس. مرحبا. أهلا. والله طيب شيل من وين؟ لفوق 4 كيلومتر. شايد من بيت مين؟ والله من الظاهرة. الله يرحمه. أهلا. يا أمي لا الحمد لله هلأ فاق وصحته عالي العام. الحمد لله يا ربي. وهنتي حبيبة في مكان تنام فيه؟ لا يهمك، أساساً أنا ما رح نام. خلاص بكرة الصبح إن شاء الله منطلعه من المشفى ومنجي على الضيعة. إن شاء الله. طمني أول بأول. مثل بدك أمي، هنتي لا تخافي اطمني. الله معك، مع السلامة. شو دكتور؟ طمنا. لسه ما عندنا مرحلة الخطر، بس قلبه رجع لوظيفته الطبيعية، يعني بدنا نخليه بالعناية اليوم تحت الملاحظة تنتأكد من استقرار حالته. وبالنسبة لموضوع الشلل؟ هذه المسألة ما لها علاقة بالقلب، هذه بدها معالجة فيزيائية لترجع الجملة العصبية لحالته الطبيعية. دكتور هلا بدي أسألك سؤال، إذا الله راض يعني ممكن يرجع يمشي؟ يا سيدي ما بحسن أقول لك لا إيه ولا لا، بس خلي أملكم بالله كبير. يا رب. بس ممكن يرجع يمشي؟ يا سيدي ممكن، بس المسألة بدها شوية وقت. إن شاء الله معفو. الله يعافيك. إذا موضوع مشيته ما انحل بسرعة بدهن يسرحوه من وظيفته. محمد هلا فهمت، أفي داعي تروح معنا؟ لا بيروح اطمن عليه. قاعد عندي بالدكان وكل بسكوتي. بسكوتي وحدي؟ كل قد بدك، بتبع نص ورقة مو بتبع الورقة. لا يا عمي. شوف أغلى فندي. لا والله ما رضيت فايقه. خلي يرتاح، تعبان من المشفى. تفضلوا تفضلوا. بدق على معادي، امنتنا تروح معي. يلا بطريقنا. اهلا. شو هاللمه الحلوه؟ لمه شو؟ رايحين على المشفى. مشفى
خير وعمر تعب وخدوه على المشفى مع قلبه شر. اذا بدكين بصلكين بالشحنة. ايه كتر خيرك. هلق بيجي الميكرو. هلق لك لك اذا ضيلل بتضيعه. حط عينك على دكانتي بين ما تجي امشادي. ليه ما تخليها امشادي تقعد بالمحل؟ لا ما تقعد بمحلها. محلها؟ اخذت المحل اللي جنبي وما تبيع فيه البسي. يلا بدك شيء؟ تفضل. يعطيك العافية. بخي يا شباب. شفت اهلك راحوا على المستشفى وبيك بالدوام. قلت لحالي جيت الفرصه تنقول لحالنا بقاء. وشاهين الله يوفقك روح من هنا. اذا حدا شافك بتعمل لي قصه. طمني ما حيشافني. وشاهين روح من هنا او يصير تفوت على البيت غصب عني. ولك عيب عليك؟ صرنا سنين ناطرين اللحظه. ما تنظر لحالك. وشاهين روح من هنا. ولك مجنوني عشت عشتك. ليش ما تصرخي؟ فارة طلعت لي من تحت التخت. هلا هذه هي فارة. بالله فكرت ما ينحرق البيت. اي ليه ما اقطعك واجبنيك؟ ولك طلعت لي فجأة وخفتني. طيب طيب ديري بالك تاكلك. ها بدك شيء؟ سلامتك. كيف صار بيا؟ الحمد لله صار احسن. هلا بدي اروح لعنده. امي وامك وهبه وسلمى راحوا لعنده. راحوا لحالين يعني؟ لا ما بخليه. طيب ماشي. بدك شيء؟ لا سلامتك. ليكي بحبك ولي وانا كمان. اطلع لبرا شوفي لي طريق فاضي. المرة الجاي لا بقى تخجلي وتعيطي. لك شو صار فينا؟ يلا شو ما سوي عند ابو عادي؟ والله كنت مركب لي جرة القاف. شو الظاهر ما راح القرد على الدوام هيك يا؟ شلون صار خيي ابو عامي؟ والله الحمد لله احسن ما يقولوا احسن. هلا بدي اروح انا ومعامر وعامر لعنده نزوره. اوه معامر سبقتك راحت هي ابو خليل على المستشفى. شو الحكي؟ إيه؟ وعامر كان معي؟ لا عامر ما كان معي. طيب خيبو شاهين بدك شيء؟ نو استنى يلا الخاطره. اهلا مو لازم نطلع بيا. والله بعرف الموضوع ما بايدنا. اذا استقرت حالته الصحيه منطلعه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عمي طيب مشان موضوع الشلل ان شاء الله بينحل. الله كريم.
شريف انا جاهز. يلا بس مو لازم تقول لخيتها. خيتي وامي وام عادل وهدبه راحوا مع ابو خليل. راحوا مع امها؟ اي والله من شي ساعه. لعنه. لكن كيف كان ابو شاهين ما يركب جره الغاز لبيت ابو عادل؟ شو؟ وانا جاي لعندها، قصدي قبل ما اجي لعندها شفت ابو شاهين طلع من بيت ابو عادل، سالته شو ما تعمل؟ قال لي مركب جره الغاز. شريف شريف عمي شريف. يا زلمه ساعتين كانوا واقفين على فرن. طلاب كتار، الموظف ما يشتغل وما يلحق. وما يلحق؟ منين حضرتك؟ من اللاذقية. حلو. السبعة انعام. وانت منا؟ انا من حمص. السبعة انعام. سيح. يسلموا. شو بدك سجل؟ هندسي مدني. وانا كمان. ممتاز، بكره بنسمع لبعض. حلوه هي، بنسمع لبعض. شو قالوا لك صف خامس؟ لا قصدي انه بنترافق بالدراسه. قول بنطبق بنات، بنلعب شده، بنروح على السينما. لا بالله الظاهر افي نصيب نترافق، انا ابلعب شده وابطبق بنات. بكره بتتعلم. وابتعلم. لك وين جاي يا حبيبي؟ مو لحتى تتعلم هندسه؟ بلي. وهي الشغلات هي الهندسه يا حبيبي. طيب روح روح مشي الدور. مشي. ايه. يلا. القبض على نور الشريف متلبسان. تشيك ليست. مضيعة وقت الحوار. مين اخبار هالمجلة؟ الشبكة والموعد ونادي. يلا بندور. مين في اخبار اكثر؟ كل واحدة فيها اخبار احلى من الثانية، خذ ثلاثة وبرايك. يلا تشيك. قديش الشبكة؟ 10 ليرة. والموعد؟ 10 ونادينا ب 10. مين في اخبار عن عادل امام؟ شبكة. هات اعطيني اياها. يلا تشيك. هاي 10 يا سيدي. يلا بندور. سلم. اهلا وسهلا. شيرين ثورة الموعد. اهلا اخبار. يلا غندور. يلا تكليف. الحمى في عيونه ما انصبوا. في ولا خبر من هودي. لا عادل امام ولا فاتن حمامه ولا حدا. الحمى. من كثر ما خفت بوقتها ما استرجعت قلك، لأنه إذا عرفت القصة بتصير فضيحة بالضيعة. هلأ إذا قلت لي إلي رح تصير فضيحة، ولك أنت وحدي كذابي كذابي، أنا طول عمري سترك وغطاك. ولك حاجبك حاجب بوس إيدك. ولك عامر لو قلت لك بوقتها كنت رح تعمل جرصة، كنت متفاجئة وحد اللي طلع معي. ايش تعمل لي بقصوة عامر؟ ليك إذا بتروح حلاق حياتي أبسام.
وين صرنا؟ بالنبل. معناها مطولين على الحالي. ليش انت اول مره بتسافر؟ عالشام؟ اي والله اول مره. على هيك حالي بدنا 3 ساعات لنصر. شكرا. عفو. خير عمي، شبك؟ ليش عم تبكي؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ شوف وشك شلون مغسل بدموع تقسي. يا عمو ما قل لك ما في شيء. على كل هين انا ما راح اضغط عليك، بس تحس حالك بدك تحكي احكي وفضفض، بسمع لك بركي بقدر ساعدك. بعمره ما حفكر يصير في هيك يا بالله، يا بتفهم عليه ولا كلمة. الله يعينه يا عمي. بالله لساته صغير. والله شي بقطع القلب. أقسم بالله لما شفته قاعد على الكرسي وقفي يمشي زهدت بكل الدنيا. لا فدنا نسوي له شيء، كله مشغل هرب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونه. بالله العظيم وعامر تلمي اليوم يوم. وعيب علينا نضل قاعدين هيك مثل القرقعة منرق ونحكي وما نعمل له شيء. يا اخي شو ممكن نعمل له؟ والله كله مشغل هالرب. نعمل له لمه. اي والله فكره منيحه. خلينا نعمل له كام ليره، العمليه حطته لفوقه وتحته. والله ابي يقبل، ابي يقبل يمكن. طبعا ابي يقبل. ابي يقبل. وعامر كان كبير وبيضل كبير. وعامر ما وقع. وعامر ما يمر بازمه وبس. بعدين يا امشادي. وعامر مخطي. وعامر الله ما يمتحنه وما يمتحن عائلته. نحن لا بدنا مساعدة من حدا ولا بدنا منساعد الناس. لك يا ابني جماعة عظن الخير، ما عظن مثل ما أنك عم تفكر. قلنا لك يا أبي قبا هذا عامر بن بو عامر، صدقني يا ابني إنه جماعة قصدين طيب. بعرف إنه قصدين طيب، بس نحن عم نقبل الإحسان من حدا. قلنا لك يا أبي قبا شو لمي ما لمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هون هون عمي هون. تسلموا. شكرا كتر خيرك. لو سلم. عمي
عامر قم يمي. قم حبيبي. صباح الخير. صباح النور. كيفك المي؟ الحمد لله حبيبي. قوم يلا. بيك بده اياه. يلا قايم قايم. لا الله يسامحك تأخرت خي امبارح انطرتك لطلع شو ما جيت يلا جيت الساعة 1:30 يلا حبيبي غسيل وتعصب يلا شو صار معه مشي الحال سجلت الحمد لله كيفو بيي اليوم الحمد لله احسن من الاول بكثير الحمد لله يسلموا طمنني كله تمام بقي انزل على شعبة التجنيد تكمل معاملة الوحيد تعمل الحمد لله وبدي قل لك خلك بدي اياك بس تخلص الفطور تنزل عند ابو بسام تقول له بي عايزك شوي طبعا ما رح انسى اذكركم بعدم التغيب عن اي محاضره المرحله الجامعيه مختلفه عن المرحله الثانويه كلكم بتعرفوا هالحكي مجرد تذكير مو اكثر واليوم كان درس تعارف وبتمنى التوفيق للجميع يعطيكم العافيه لك يا زلمة خلينا ننبسط شوي عيارة محاضرة تانية تروح على السينما؟ يا عمي قيمنا منك ومن سينماتك بدنا ندريس لك والله مننبسط خيي أنا أبلعب شدي وأبطبق بنات وأبنبسط يا لطيف شو مات وين سكنت؟ إمتى إجيت؟ مبارحة سكنت بالمدينة الجامعية بالغرفة 101 أنا هون سكنت قريب بالديوانية 10 دقائق وبكون هون إحنا أقرب منكي 5 دقائق بكون هون إيه تتهنى حبيبي بس أوعى تتأخر إذا تأخرت عن الساعة 10 بتنام عرسي هاد إياك لا تخاف خي حمص خلي لحالك السلام عليكم وعليكم السلام موفق الحسين أهلا وسهلا عامر عمارة وأنا بدرس طب أسنان لا قصدي كنتي عمارة أنا ما أدرس هندسة مدنية فكرتك عم تقلي بتدرس عمارة ليك خي موفق أنا خدت هالتخت إذا بدك ياخده لا لا والله ما بتفرق معي يعني ما في مشكلة طيب وين بتحب فوق تحت اللي بدك إياه يعني والله ما بتفرق عادي طيب خلص خد راحتك لك فرفض أغراضك أنا وصل أحكي تليفون وراجع طيب يلا يلا الله يسلمك يا رب كيف صحتك كيف أموركم شو وصل أوراق ايه تمام الحمد لله خلص ولا همك اموري كلها بخير ايه الحمد لله كيف بيه
كيف أخي؟ لا ولا شو يا قمر؟ بعد انت ويا ولا؟ جبت ليش عم تعيط فيه؟ بعد جبت حياتك بتروي ليش عم تعيط فيه؟ كملي بعد عنا ولا كيف ويا؟ بعد لا ما تضرب الكلب! ما تضرب الكلب! ضرب! صير زلمة يا حبيب أمك! لك لسه حفاظك ما عارف! ما عارف! ما عارف! ما عارف! ما تضرب! ما تضرب! ما تضرب! ما تضرب! عامل زلمة يا حبيب! عامل زلمة! عامل زلمة! عامل زلمة! عامل زلمة يا حبيب! خير اخي عامر شوفي خير يعني شو اللي عمل فيك هيك هيك ها يا ابو عامر هيك بتكون وفيت زمتك وان شاء الله رب العالمين بيعفي عنا الحمد لله يا خيي ابو عامر مشان الارض اللي على الشارع العام
حابب اعمل فيها مشروع صغير، بقصد بارض ابني. وهلق اسمح لي، عندي بكره فايقه بكير مشان اروح اعمل التراخيص. تراخيص شو؟ بدي اعمر مقصف. يا قد مقصف ضيعتنا بارضي عمي، بارضي قرد شو حالها. يلا عن اذنك، شرف وشباب. خاطر كين الله معك. سلمى شوفي امك. يعني معقولة ما في ولا شرطي بالطريق؟ بالله ما انتبهت، بس هني المسألة هن عن حدا. يا زلمي بتقول شكالي مثل المجرمين. طيب ليش عم يضربوها للبنت؟ أبعرف. يعني انت ما بتعرفها؟ لا، بس يعني طريقتهم فيها إزلال واضح. بس الله يصلحك انت، يعني شو كان بدك بكل هالفوضى هلا؟ والكفار دمي وما كنت حالي غير ما صرخ عليهن. يلا بسيطة بسيطة. يلا فاير دميك موفق. فاير دمي ما نعرفان شو لازم سوي. يعني لو نعرف مين هودي أو وين ساكنين كنا سوينا. بس يعني خلصنا عمور. لك شبنا يعني أنا ما بديها كتير تفكر بالقصة. خلاص انساها. اتفقنا؟ اتفقنا. الله يطعمنا هيك سيارة. مين الحوار اللي كان ساكن بالبيت؟ شو هالذوق المعكر؟ ريتني طالب مليون ليرة. أهلا وسهلا. أنا جمانة حسان هون؟ إيه هون. تفضل تفضل. شو وين حسان؟ أنا راح خمس دقايق وراجع. وليش ما قلت لي إنه مانو هون؟ ولا بتعي لقلك، مين حسان؟ حسان صاحب البيت. آه المزوق حسان صاحب البيت. أنا اللي استأجرت البيت امبارح. توك تعي لهون. كيف تعي يا هون؟ نشرب فنجانين قهوة يا معيتك. تعي لقلبك. يا لطيف والله الحسان حمار عن جد. مرحبا. اهلا. لا أول شيء صباح الخير. ثاني شيء أنا آسف كثير على اللي صار امبارح. لا يهمك. مين هودي؟ أنت جديد هون بالمدينة؟ إي والله امبارح أجي. شكلك من اللاذقية. من ضيعة اللاذقية. عنيت أهلا وسهلا. أنا اسمي فيروز. يا الله شقد بحبوا لهالاسم، أنا بعشقها لفيروز. أيوه ولا مانك سهل ها؟ لا لا ما قصدي، قصدي أنا بعشقها للسيدة فيروز. يا سيدي ولا يكون قصدك تعودنا. لا عن جد ما أحكي ما قصدي. لك خلص مو مشكلة. أنت شو بتدرس؟ هندسة مدني. وأنت؟ آداب. عربي؟ لا إنجليزي. طيب مين هودي؟ ليش كانوا ما يتزعرنوا عليكي؟ هذا ابن جيراننا. من جيرانكي؟ بده يتجوزني بلاقوها وعم يلحقني من مكان لمكان. العمى، واللي بده يتجوز بهالطريقة وأهلك؟ ما خبرتهم لأنه أهله جيران أهلي وأنا ما بدي تصير مشاكل بيناتهم. بعدين أهله سرسرية وزعران شفت بعينك. العمى في عيونه العمى. شو الدنيا سايبي؟ عند هدول العالم سايبة ونص. بس يعني المسألة أبين سكت عليها. طيب شو بدي ساوي؟ والله ما لي عرفاني. خلاص هلأ بس خلص محاضرات بشوفك ونحكي. أنت بأنا وحدة؟ بالتاني غرفة 101. أنا بالوحدة 14. ليك إذا اليوم ما بديت خلينا نلتقى ونحكي.
وأنا بدي أعتذر مرة تانية وشكراً على كل شيء. لا يهمك. على إذنك. الله معك. الله أكبر. الله أكبر. نرمين نرمين ولك حاج بقى حاج بوسيدة. لك عامر لو قلت لك بوقتها كنت رح تعمل جرصة، كنت متفاجئة وحد اللي طلع معي. ليش تعملني بقصوي؟ عامر ليك إذا بتروح حلاق حياتي أبسامك. رحت نفوت المحل. اشتغل تخرب. اهلا 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 وسهلا. شو صار معه؟ بالله ما وافق المدير، وبيني وبينك مرضة ابو عامر طولت وما عاد فينا نسجله غير غياب. تخيل الحقير بهدني وشرشحني قدام العالم كله، صرخت لحتى لم الناس بس ما حدا لحدا. طلعت بطالب جديد جاي على الجامعة وأكل نصيبه. طيب شو الحل لهذا الكلب؟ والله ما بعرف. إذا دريوا أهلي مصيبة، خايفة تكون ضريبتها أن يترك الجامعة. لك شو تترك الجامعة؟ أنت ما بتعرف أهلي، خاصة أبي. بدل ما يحل المشاكل لصالحنا يحلها حسابنا. طيب أنت تركي لي هذا الموضوع لحتى أفكر فيه شوي. عيسى أنا كتير خايفة، طلال بلش ينفذ تهديداته. حامل قام حصان ما بيلين ليلك رمح والهد هدي سكين. وين الصبح وين القفل مع مين؟ كبر الجرح تعبان يا هل حد العمر مجبور على المشوار والأرض المليانة صخر والحيل شو غدار. كرمك كرمك صوت العود ترندح جروحة، يمكن تجي الوعود عالدرب الله يعيد.